بسم الله الرحمن الرحيم وحان دمان أمد المسلمين ته قارهان أمد الصوماليات ميل والبيك جوغان وهم بلينا يا مناسبة عيد الفطر وحان إلهي أقبر يا إن أمد الصوماليات وسنة كان سنة كيسة دمبكو قارسيو باش باش إبرواخو عيدا عيدا دا كالانا إكواران خير هي النبط وحان أمد الصوماليات ومهد علينا يا قارهان دات كدقين مغالا دا موضوشو سيدا شرفت لاي أولا شغيان هي أدها أمنيقة بشهر رمضان أمنية شغالي سوى بلاو شعبكم وحن كوحة صنايا إنه لا شقيان هي أدها أمنية إذا ماذا مقالة مغدشو قارهان إذا ماذا حسلنت مقالة مغدشو وحن كوحة صنايا إنه شعبكم ولا شقيان سي أسلوب له إن لا احترام شعبك صوماليا إن قريها شعبك مركة لقلا يا لا احترام داتك مركة لبارا يا إن لو بارسي أخلاق له إيضو الله إلالنا يا أمنية حدنا وإن لقتا واجبك إلى علنت حقوق الأمة الصومالية، لكن وحنا دمان إذا مدى الصومالية مالوا البيجوجان، إذا مدى قلب كسيدا وهم بليين عيا شغذا وناكسن أي قبتان بشهر رمضان، لذلك أي موجين نفط أي بدباديين، شعب كنا وحنا بلن قاضا عيا إن دولتنا إنه أي سي ودي دون تدر درجلنت كشقينت أمنك، إلا أنك جار إنه إن مجالد أي حسلنت هاي دلك وحسلين هاي، شعبك. وحن لا يهاي فضلا لا شقايا إذا ماذا أمانك وصو شاقة إذا ماذا أمانك هدي هذا اكتهين حق مهم ولقو جوجين كرفل دمبيديو مرلاباد ومد الصوماليا دو حن لا يهاي عيد وناك عيد وناك سن وحكالون ومد الصوماليا دو شيقة يا إن دلكن اوية هاي دلك كلية وان لانا دلكن إنا وضع لسننا إنا يتهي واجب وما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.